سيدات والسادة، مباشرة إلى جلسة أوراق عمل المؤسسات الكبرى. جلسة أوراق عمل المؤسسات الكبرى يرأسها دكتور يوسف الرشيدي، كلية إدارة الأعمال، المدير العام للاستراتيجية وتطوير الأعمال بجامعة اليمامة. الحديث إليك الآن دكتور يوسف. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، يعطيكم العافية. نصل إلى آخر جلسات يوم من الأول من منتدى جامعة اليمامة للقانون. ستكون الجلسة بعنوان أوراق العمل، أوراق عمل المؤسسات الكبرى، وسيكون معنا أربعة مشاركين من أربعة جهات كبرى. معنا مدير إدارة التقاضي واللجان الأستاذ محمد آل عايد من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، فليتفضل مشكورا. ومعنا الأستاذ طلال القحطاني، مدير إدارة حوكمة تقنية الأعمال في هيئة السوق المالية، فليتفضل. ومعنا أيضا مدير تطوير الأعمال والشراكات في المركز السعودي للتحكيم التجاري الأستاذ مساعد بن صالح الخرب. وأخيرا وليس آخرا، مدير أعلى بالشؤون القانونية الأستاذ وليد بن محمد الغصون من شركة سابك. أربعة نجوم سيشاركون في الجلسة الأخيرة والختامية لهذا اليوم. طبعا الطريقة راح تكون لكل مشارك 15 دقيقة إن شاء الله، فالأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وبعدها سيفتح مجال الأسئلة. فمن كان لديه أسئلة وكانت لديه أسئلة اكتب السؤال إلى بعد ختام الأربع متحدثين. نبدأ مع الأستاذ وليد بن محمد الغصون من شركة سابك، وستكون عنوان الورقة تحديات وتجارب في تطبيق الامتثال، فليتفضل مشكورا. 15 دقيقة. السلام عليكم جميعا. طيب لي أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على دعوتنا للمشاركة. أتمنى إن شاء الله أن تكون ورقة العمل المقدمة سهلة وسلسة ختام هذا اليوم المبارك. حقيقة اليوم بتطرق لبعض التجارب والتحديات اللي نعيشها حنا في الإدارة القانونية في سابك، بحكم اختصاصنا فيما يتعلق بتطبيق قواعد الامتثال بالشركة. طبعا مثل ما هو معروف لدى الكثير، شركة سابك هي شركة سعودية مدرجة، ولكن الشركة كذلك لها نشاطات في عدة دول في العالم. الشركة حاليا يعمل فيها ما يقارب من 34,000 موظف، وتمارس نشاطاتها في ما يقارب من 50 دولة حول العالم، سواء بتواجد موظفين أو حتى مكاتب تمثيل. يقدر حجم أصول الشركة بمبلغ 322.5 مليار ريال سعودي. وأخيرا الشركة وفقا لآخر التصنيفات تعد رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم. في مقابل ذلك يوجد لدينا تقريبا دليلي التزام نحرص على تطبيقها في الشركة. الأول متعلق في موظفي الشركة، وهذا طبعا موجود في 12 لغة اللي هي اللغات الرئيسية اللي تعمل بها سابك، ويحتوي على 15 سياسة. الدليل الالتزام الآخر يتعلق بموردي ومقاولي الشركة، اللي هي الإجراءات التي نفرض على مقاولي موردي الشركة أن يتعاملون بها.
طبعا بيكون حديثنا اليوم هو عن ميثاق أخلاقيات المهنة في الشركة اللي هو طرقنا له في البداية. الميثاق يحتوي على 15 بوليسي أو سياسة ملزم على كافة موظفي الشركة أنهم يلتزموا فيها. طبعا أول سياسة متعلقة بمواقع عمل الشركة. أنا بطبعا بتكلم بشكل يعني مختصر جدا عن تلك السياسات، وبعدين بنتكلم على التحدي اللي يواجه الشركة في تطبيق السياسات هذه. لعل أول يعني قائمة من هذه البوليسيز هي الأشياء المتعلقة بالصحة والسلامة، الأشياء اللي تتعلق بعمل الشركة اليومي. طبعاً الصحة والسلامة هي العامل الرئيسي والركيزة الرئيسية لعمل الشركة اللي نحرص على أن كافة الموظفين يلتزمون فيها. عندنا طبعاً العديد من البوليسيز والبروسيجر الخاصة بالصحة والسلامة، لكن يأتي دور الإدارة القانونية أو البوليسي الخاصة بهالإجراءات هذه اللي هي ضمان تطبيقها وفقاً للتشريعات الدولية التي تتطلب مثل هالممارسات هذه. نجي للسياسة الثانية اللي هي إجراءات التوظيف. إحنا نحرص كذلك أنه يكون أي إجراء توظيف يتم داخل السعودية أو حتى خارج السعودية يكون وفقاً للكفاءات نفسها اللي سواء المرشح أو المرشحة يلتزموا فيها، ما يكون طبعاً في أي نوع من أنواع التمييز أو نوع من أنواع يعني البريفرنس اللي يقدم لمرشح دون الآخر، نتيجة باستثناء الأشياء اللي تكون فعلاً قدرة الشخص على القيام بالأعمال المناطبة. تعارض المصالح كذلك يعد من الأشياء الجوهرية اللي نحرص على إعطاء الأولوية لها وشرحها للموظفين. تعارض المصالح طبعاً يقصد به أن ما يكون الموظف أو الموظفة عند قيامهم بأداء عملهم يعني يقدمون مصلحتهم الشخصية على مصلحة الشركة. وكذلك نجي للنقطة الأخيرة في باب السياسات هذه اللي هي حماية الخصوصيات. نضمن كذلك أنه يكون أي عمل يقدم أنه يكون فيه ضمان لخصوصية سواء الموظف أو الموظفة أو حتى الأطراف اللي تتعامل معها سابق. النوع الثاني من السياسات هو المتعلق بأصول الشركة، الانتلوكشور بروبرتي، الملكية الفكرية. طبعا السياسة ألزمت أنه يكون فيه حفظ وحماية للملكية الفكرية التي يعني الشركة سواء تكون لها ملكيتها أو التي تكون لايسنس، بمعنى أن الشركة يحق لها استخدام تلك الحقوق. النقطة الرقابة والمراجعة كذلك اللي هي ضمان التزام الموظفين وقيامهم بكافة الأعمال وفقا للبوليسيز والبروسيجر المعنية بتلك الأشياء. غسيل الأموال كذلك في سياسة معنية بهالشأن هذا، بالإضافة إلى السياسة الموجودة في إدارة الإدارة المالية للشركة. والنقطة الأخيرة اللي هي عدم إفصاح على المعلومات السرية اللي قد تؤثر على سهم الشركة. النقطة الثالثة اللي هي المتعلقة أو اللي يسمونها our global environment، بيئتنا العالمية. ضمان كذلك أنه الموظفين ما يكون عندهم أي violation أو أي مخالفة للأنظمة الخاصة بتعارض المصالح أو تلك المتعلقة بتبادل المعلومات السرية مع المنافسين، مخالفة الأنظمة الخاصة بالأنتيتراست أو الكمبيتيشن سواء بالإفشاء بمعلومات البيع أو الأسعار التي تم بيع المعلومات فيها بين المنافسين، بحيث أنه ما يكون اللي يسمونها الكارتيل بيهيفير. التجارة الدولية، قوانين الإغراق كذلك، كلها يتم الحرص أنه الإدارات المعنية بالمبيعات يكون عندهم awareness، يكون عندهم معرفة عن المعلومات هذه. مكافحة الفساد كذلك جزء مهم وأساسي في دور الإدارة القانونية بالتوضيح للإدارات المعنية بالشركة ولكافة الموظفين كذلك على المسائل المتعلقة بالرشوة وقبول الهدايا وقبول الهبات. طبعا في دليل جديد يعني كنت دشنته الشركة كان أكثر يعني شمولية خلال العامين الماضية. بموجب هالدليل هذا يحظر على أي موظف في سابق أن يقبل أي هدية أيا كانت وإن كانت حتى قيمتها صفر. الهدف الرئيسي من هل البروسيجر هذا أنه ضمان أنه ما يكون في أي نوع من المجاملة أو نوع من الانفلونس على قرار الموظف أو الموظفة فيما يتعلق بالدخول في تعاملات تجارية سواء مع عملاء أو حتى مقاولين أو موردين. التعاملات التجارية كذلك طبعا سواء كان هذا مع الأطراف الأخرى مع الثيرد بارتيز أو حتى في التعامل مع المسؤولين الحكوميين سواء في المملكة العربية السعودية أو حتى في أي دولة أخرى تمارس سابق فيها نشاطاتها. النقطة الأخيرة اللي هي الإبلاغ عن المخالفات والحالات المشتبه فيها. سابق أوجدت آلية يتاح من خلالها الموظفين الإبلاغ عن أي حالة اشتباه
أو حالة مثبتة لمخالفة أي من الوثائق هذه سواء كان داخل الشركة أو حتى خارجها، في لكل موظف وفقا للإنترنت أو الإنترنت الداخلي للشركة بإمكانه أو بإمكانه أن يقدمون بلاغ سواء مع إيضاح أسمائهم أو حتى بدون إيضاح أسمائهم، يذكر فيه كافة التفاصيل. وبإمكان الشركة طبعا عندنا في الإدارة القانونية عندنا إدارة معنية بالكمبلاينس انفستيجيشن أو التحقيق في مخالفات ميثاق الالتزام، ولدينا محققين مختصين فقط في بحث مثل هالجوانب هذه. كذلك الشركة أوجدت إيميل اللي هو integrity@sabic.com، من خلال هالإيميل هذا ممكن لأي شخص داخل أو خارج سابق يقوم بمراسلة الإدارة القانونية في حال وجود أي اشتباه حول مخالفة أو أي من قضايا الفساد. ومباشرة الإيميل هذا طبعا يكون 3 أشخاص على مستوى سابق عالميا يكون عندهم أكسس على الإيميل هذا، ويصير فيه بحث وتحري لكافة طبعا الادعاءات اللي تصلنا. طبعا كثير من الشركات العالمية يوجد لديها مثل البروسيجرز أو البوليسيز هذه، لكن التحدي كيف نجعل البوليسي هذه تكون يعني ضمن المنظومة العملية للشركة. يمكن دعوني أضرب لكم مثالين على بعض الشركات اللي واجهت تحديات بالخصوص هذا. يمكن المثال الأول هو شركة سيمنز. طبعا شركة سيمنز الألمانية يعني من أكبر الشركات العاملة في مجال المشاريع ومجال المولدات الإلكترونية وما إلى ذلك. شركة سيمنز خلال تقريبا العقد الأول من الألفية الجديدة فرض عليها غرامات بمبلغ يقارب 1.8 مليار دولار أمريكي نتيجة مخالفتها لقواعد متعلقة بمكافحة الرشوة ومكافحة الفساد. طبعا شركة مثل شركة سيمنز أضمن لكم أنه عندهم مثل البروسيجرز وعندهم مثل الإجراءات الموجودة لدى سابق، لكن التحدي كان في مدى قيام الموظفين بفهم هالإجراءات هذه واستيعابها. شركة فولكس ويجن مؤخرا كذلك فرض عليها غرامات بما يقارب من 2.8 مليار دولار أمريكي نتيجة مخالفتها لقواعد المتعلقة بالإخراجات الغاز من سيارات الديزل الموجودة لديهم، وثبت كذلك أنه هذا كان نتيجة مخالفة الموظفين لقواعد الشركة اللي موجودة عندهم مشابهة كذلك موجودة عندنا وكذلك كثير من الشركات العاملة في المجالات الدولية. لذلك حنا ارتئينا أنه يكون عندنا برنامج امتثال يتفادى فيه الموظفين الفهم السطحي فقط للبوليسيز. فبالتالي أول نقطة أوجدناها اللي هي إيجاد قاعدة امتثال، قاعدة تفاهم مشتركة. قاعدة تفاهم مشتركة اللي هي نفسها الكود أوف إثيكس الموجود عندنا، ميثاق أخلاقيات المهنة، اللي أتاح لكافة الموظفين على سواء المتحدثين باللغة الإنجليزية أو المتحدثين بالعربية أو التشاينيز أو حتى اللغة الأسبانية أن يكون عندهم اطلاع تام وفهم واضح للمتطلبات البوليسيز. النقطة الثانية العلم والدراية الكاملة بمتطلبات تلك الوثائق. العلم والدراية تيجي من خلال اتصال مباشر مع الإدارة القانونية بحكم أنها هي الإدارة المعنية والإدارات الأخرى اللي تكون مسؤولة عن تطبيق هذه. بمعنى إذا كان لدينا مثلا موظفين يعملون في إدارة المشتريات، فنحن نحرص أنه الموظفين هذول هم اللي يكون عندهم اللي نسميه احنا طبعا تدريب مباشر face to face training فيما يتعلق بشرح مفهوم الفساد، شرح مفهوم مكافحة الفساد. طبعا مكافحة الفساد عبارة عامة ويدخل تحتها العديد والعديد من التطبيقات. فنحن نحرص أنه حنا نعمل مع الموظفين لإيضاح النقاط هذه بحيث أنه الإدارة اللي قد تكون at risk اللي معنية بالpolicies نفسها يكون عندهم دراية تامة على الموضوع هذا سواء سم ابشر. النقطة الأخرى واللي راح أكد عليها بأكثر من نقطة هنا اللي هي ضمان أن يكون المسؤولين التنفيذيين على علم وإدراك تام بمسؤولياتهم. قيام الموظفين بدون مشاهدة مدراء الشركة التنفيذيين أو حتى مدراءهم المباشرين هذول يعدون قدوة. فبالتالي حنا نحرص أنه المدراء المباشرين يكونون على علم واطلاع تام بالتنفيذ حتى تلك السياسات، لأنه هذا اللي راح ينقلنا من مرحلة التطبيق النظري فقط للسياسات إلى الممارسة العلمية والعملية بشكل يومي لتلك السياسات. مرة أخرى نأكد على أهمية المدراء التنفيذيين، واللي حنا كذلك نجعل العبء بتطبيق السياسات هذه وتنفيذها عبء على الإدارة نفسها. الإدارة لازم يصير عندها حس مسؤولية، اللي يصير عندهم ownership للpolicies هذه.
وتنفيذهم وإدراكهم بالسياسات هذه وأهميتها هو اللي يجعل التطبيق ناجح ويجعل منهم هم القدوة في تطبيق مثل هالسياسات هذه. الجزء آخر كذلك حنا يعني لما نجري أي تحقيق في مخالفة لسياسات المهنة حنا دائما نوصي بيسمونها corrective actions أو إجراء تصحيحي يتم من خلاله يعني درء الفروقات بين الواقع العملي والسياسات النظرية، وهذه تؤخذ بعين الاعتبار عند إعادة صياغة مثل هالسياسات هذه. النقطة المهمة كذلك اللي هي التطبيق العملي. في حال مخالفة السياسة حنا نحرص دائما أنه يكون عندنا تطبيق جازم وحازم لتلك السياسات. والنقطة الأخيرة اللي أحب أشيرها اللي هي التطبيق الإدارة العليا ومشاركتها بهذه، هو اللي يكون له طبعا الصدى الأكبر والأوسع في القيام بأعمال الشركة. طبعا لضيق الوقت انا كان ودي صراحه يعني اتطرق لبعض الامثله للرسائل اللي احنا دائما نرسلها للموظفين بشكل دوري، وما لا تكون هذه صادره من الاداره القانونيه، لا تكون صادره من الاداره العليا بالشركه على مستوى الرئيس التنفيذي ونوابه التنفيذيين، لايضاح بشكل مبسط ما هي الاشياء اللي احنا نحب نوصلها من خلال ميثاق اخلاقيات المهنه. مره اخرى احب اشكركم صراحه على اتاحه المجال لنا للحديث، وإن شاء الله إذا كان في أي تساؤلات من قبلكم إنه نكون إن شاء الله يعني نجيبها بعد نهاية هذه الجلسة. شكرا لكم. كل الشكر أستاذ وليد. والآن مع الورقة الثانية يقدمها الأستاذ مساعد بن صالح الخرب مدير تطوير الأعمال والشركات في المركز السعودي للتحكيم التجاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير جميعا. نشكر الجامعة اليمامة تحت الفرصة، ولا ودي أني أزيد على ما تفضل به الأساتذة الأفاضل في الجلسة السابقة عن حديثهم حول التحكيم التجاري بشكل عام، وكذلك مشاركة زميلنا الدكتور حامد مير الرئيس التنفيذي للمركز وحديثه عن بعض الملاحات حول المركز السعودي للتحكيم التجاري، كذلك نظرا ليمكن ضيق الوقت نحاول نختصر العرض قدر الامكان. محاور العرض تتخلل عده محاور اللمحه التاريخيه اللي مر بها التحكيم وانتهاء بانشاء المركز، ثم التحكيم المؤسسي وكونه رؤيه وطن، وأيضا استكمالا لحديث ما ذكره أخي الدكتور حامد ميرة كون توطين صناعة التحكيم المؤسسي أصبحت إحدى مبادرات برنامج إحدى مبادرات رؤية 2030. وسنعرج سريعا على جاهزية المركز من جميع الأساسات وكذلك القيمة المضافة لدى المركز، وفي النهاية ماذا يطلبه المركز دائما. بشكل سريع اللمحة التاريخية، كما ذكر أيضا الدكتور محمد الجربة مشكورا في مشاركته حول تاريخ التحكيم في المملكة، وكذلك الدكتور محمد المرزوقي صدور المرسوم الملكي نظام التحكيم عام 2012، وفي نفس العام أيضا صدور نظام التنفيذ اللي كان لهم نقلة كبيرة لممارسة التحكيم في المملكة، كذلك وانتهت بعام 2014 ب صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري. مرت مسيرة الإنشاء بعدة خطوات من تعيين مجلس الإدارة اللي كان يرأسهم معالي وزير المالية حاليا الأستاذ محمد الجدعان، ومن ثم تعيين كادر المركز واختيار الشريك الاستراتيجي اللي سنتكلم عنه بعد قليل حتى نبدأ حيث انتهى الآخرون، ومن ثم إعداد الوثائق من قواعد ومعايير للمركز، ومن ثم تجهيز المقر وافتتح في غرة شهر محرم عام 1438 في الثاني من أكتوبر 2016.
اختار المركز جمعية التحكيم الأمريكية وبالأخص ذراعها الدولي المركز الدولي تسوية المنازعات الـ ICDR لأن يكون الشريك الاستراتيجي لإنشاء المركز، وعليه تشارك المركزين في صياغة قواعد التحكيم والوساطة للمركز، وأيضا لتدريب الكوادر من مستشاري القضايا التقنيين الذين يعملون على إدارة دعاوى في المركز، وأيضا إعداد معايير السلوك الأخلاقي للمحكمين والوسطاء والأطراف. ويعتبر المركزين هو من المراكز النادرة جدا التي تحوي على معايير سلوك أخلاقي يلتزم بها أعضاء العملية التحكيمية في المركز. كون توطين تحكيم المؤسسي هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني وكذلك رؤية 2030، والتي تدعم بشكل أساسي تسهيل ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والوطنية. حرصنا أن تكون هذه ضمن مبادرات الرؤية لأن نتأكد أنها تكون أولوية، أيضا حتى نتأكد ضمان تكامل الأطراف والجهات الحكومية في تحقيق هذه المبادرة، وكذلك الاستفادة من موارد الرؤية في الدفع لتحقيق هذه المبادرة، وأيضا التمكين التنظيمي واللوجستي. المملكة تهدف من جانبها والدولة لتوطين صناعة التحكيم المؤسسي لعدة أسباب، وذكر منها زميل الدكتور حامد بعضا منها ولعل أهمها لتوفير بديل وطني يجنب الدولة مخاطر اللجوء إلى مراكز تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي، كما ذكر سابقا كون أن المستثمر الأجنبي عندما يشعر بعدم إعطاء حقه في عقده مع الجهة المحلية من حق أن يرفع دعوة على حكومة البلد المستضيفة لاستثماره عند المركز تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي الإكسيد التابع للبنك الدولي. أما في حال اتفاق الطرفين الأجنبي والمحلي على أن يلجأ للتحكيم في أي نزاع فبهذه الحالة يحق للطرف الآخر الطعن بعدم الاختصاص والرجوع إلى مركز التحكيم متفق عليه في العقد. أيضا تطوير القدرات والكفاءات الوطنية المحكمين والمحامين، الإسهام بشكل أساسي في بناء الثقة في المنظومة العدلية والتجارية، التخفيف من تدفق القضايا المحاكم، وأيضا دعم رفع ترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات الدولية وغيرها. ومن ثمراتها كما ذكر سابقا المراحل اللي مرت بها المملكة في دعم الدولة لعملية التحكيم، منها الأمر السلام الكريم بالجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالإيعاز باللجوء للتحكيم في العقود مع المستثمر الأجنبي، وكذا بعد أخذ الموافقات اللازمة لذلك، واستثناها لاحقا نظام منافسات المشتريات الجديدة اللي نتكلم عنه بعد قليل، كيف أنه أعطى صلاحية لمعالي وزير المالية بالاستثناء. أيضا تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري اللي نص على استقلالية المركز ماليا وإداريا عن القطاع الحكومي والخاص، وارتباطه مباشرة برئيس مجلس الوزراء حيث أن رئيس مجلس الوزراء يعين أعضاء مجلس إدارة المركز، وكونهم لا يحق لأعضاء مجلس إدارة أن يشغلوا أي منصب حكومي. أيضا إلماحة سريعة حول نظام منافسات المشتريات الحكومية الجديد اللي صدر بأنه أعطى دعم للتحكيم في العقود بين الجهات الحكومية والمستثمر الأجنبي، حيث أنه أصبحت درجة الاستثناء أقل من رئيس مجلس الوزراء حتى تكون بعد موافقة وزير المالية، وأيضا جرى اقتصاره على العقود تجاوز قيمتها التقديرية 100 مليون ريال وأقل وأكثر عفوا، وكذلك تجدر الإشارة أنه لا يوجد أي مانع نظامي من إدراج التحكيم في العقود الحكومية مع الشركات الوطنية، فهذا الاستثناء لا يختص فقط بعقد الجهة الإدارية مع المستثمر الأجنبي فقط، بل حتى والمستثمر المحلي أو الشركة الوطنية. بعض المشاريع اللي ولله الحمد كانت ثمرات لتحقيق هذه المبادرة،
من تعاون مع الوزارتين الأقرب لعمل مركز بطبيعة الحال، وزارتي العدل ووزارة التجارة، ببعض المشاريع مثل مشروع حالة الدعاوى القابلة للوساطة من المحاكم التجارية إلى المركز، وكذلك مشروع دعم محاكم الاستئناف في تعيين المحكمين، حيث أن المركز له إمكانية الترشيح لمحاكم الاستئناف في اختيارهم لتعيين المحكمين لقضايا التحكيم لدعاوى التحكيم الحر، وأيضا تدريب المتخصص للقضاء، حيث أن المركز يعمل على إقامة حقيبة متخصصة لأصحاب الفضيلة للقضاء لدعمهم في مجال التحكيم وإجراءاته وتكامل المرفق العدلي مع المعملية التحكيمية، وكذلك التعاون مع وزارة التجارة والاستثمار أو وزارة التجارة بإدراج شرط التحكيم النموذجي في بعض العقود الوزارة المدرجة في موقعها. جاهزية المركز، لن نتكلم كثيرا عن البنية التشريعية حيث فصل فيها الأساتذة كانوا في الجلسة السابقة عن دعم القضاء للتحكيم في نظامه، وأيضا عن النقلة النوعية اللي شهدتها في نظام التنفيذ بعد انفصاله من ديوان المظالم لتصبح محاكم تنفيذ متخصصة. المركز حرص أنه يصدر قواعد تنظيمية، قواعد ومعايير إجرائية لإجراءات وعملية التحكيم لديه، تكون بشراكة من أعرق المؤسسات وكذلك وفق أعلى المعايير الدولية. كذلك المركز أقام مرافق له لاستضافة دعاوى التحكيم تكون على أعلى المستويات بتواجد، وكذلك على النطاق الجغرافي أخذا باعتبار فيه بوجود المركز الرئيسي له في الرياض، وكذلك الآن وجود مركزه أو فرعه الثاني في مدينة جدة، وإن شاء الله تعالى استكمال الفرع الجديد الثالث في المنطقة الشرقية، إضافة للمركز أو الفرع التمثيلي موجود في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابط. حرص أيضا المركز على إقامة العلاقات الفاعلة مع جميع جهات ذات الصلة بالمركز، وهم بشكل أساسي المستفيدون واليوزر اللي هما القطاع الخاص والجهات الإدارات القانونية في القطاع الخاص، كذلك الممكنين والإنيبلرز اللي هما شركات المحاماة التي يتطلع المركز لأن يكونوا سفراء له في التوضيح حول ميزات التحكيم المؤسسي والوصول بشكل أكبر لقاعدة عملائهم، وأيضا الجهات والمنظمات الغير ربحية المرتبطة بالتحكيم. كذلك حرص المركز على استقطاب الكفاءات المتميزة من مستشارين قضايا وبقية أعضاء أمانة المركز. حرص المركز أيضا للوصول الخارجي في التوعية والتعريف بتطورات التحكيم التي تشهدها المملكة، وكذلك بخدمات المركز، حيث حرص المركز على إقامة رحلات العمل المتواصلة والرود شوز حول مناطق العالم مثل أمريكا وأوروبا وكذلك في الخليج. أيضا لم نكتفي بالذهاب إلى الجهات أو المناطق المتخصصة بالتحكيم، بل دعوناهم أيضا للحضور ومشاهدة التطورات بأنفسهم، حيث أقام المركز المؤتمرين دوليين حول التحكيم، كالمؤتمر الدولي مركز سعودي التحكيم التجاري 2018 و2019، والحمد لله شهد حضور بالغ جدا، وكان وتخلل من عدد من المتحدثين محليين ودوليين. كذلك شهادات مستقلة من كبرى مكاتب المحاماة الدولية ولله الحمد تكلمت ونطقت عن التطورات شهدتها المملكة في التحكيم، وكذلك حول خدمات المركز التي تصل إلى المعايير الدولية ومنافسة لبقية مراكز التحكيم الأخرى. بعض المشاريع أطلقها المركز حتى يتوائم مع حاجة السوق المحلي مثل قواعد الإجراءات المعجلة ومحكم تدابير مستعجلة، وأيضا بروتوكول تسوية المنازعات إلكترونيا. وفيما يتعلق في دعم البيئة التحكيمية وتطويرها، أقام المركز المنافسة التحكيم الشبابية للطلاب التي ستقام إن شاء الله تعالى بعد في نهاية هذا الشهر، حيث شارك ما يقارب 39 فريق من 24 جامعة من أكثر من 210 طلاب
ليخوضوا منافسة تحكيم شبابية بينهم على أعلى المعايير. وفي النهاية أيضا إقامة الزمالة المهنية للتحكيم التجاري بالشراكة مع المعهد الملكي البريطاني للمحكمين بلندن CIR. بعض الإحصائيات المركز سجل ما يقارب 60 قضية خلال عمله من افتتاح حتى الآن. من بعض تخللت عدة جنسيات من ممثلي الأطراف، وكذلك احتوت على بعض القضايا المالية والمصرفية والإنشائية، بطبيعة الحال أخذت النصيب الأكبر. طبيعة الحال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية شكرا جامعة الإمامة والقائمين عليها على هاللقاء الجميل وعلى إتاحة الفرصة للقاء قامات وهامات تثري المعرفة. اسمحوا لي في البداية أن أقدم عرض تعريفي عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية. نحن الهيئة السعودية للملكية الفكرية. رؤيتنا بأن نكون هيئة متكاملة للملكية الفكرية ذات مكانة عالمية ومحورا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بدأت مسيرة الملكية الفكرية في المملكة منذ أكثر من 82 عاما عبر مهام متفرقة في أكثر من جهة ومؤسسة حكومية. حتى تم توحيد مهامنا الأساسية بقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء الهيئة في 29 من مايو 2018 ضمن منظومة التجارة والاستثمار. ويضم مجلس إدارتها مجموعة من الوزارات والهيئات الحكومية ومجموعة من المهتمين بمجال الملكية الفكرية من الجهات غير الحكومية. ولتحقيق رؤيتنا عملنا على 6 أهداف استراتيجية: تحسين الاستراتيجيات والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية، رفع مستوى التمحور حول العميل وجاذبية وجودة المنتجات والخدمات، المساهمة في تمكين وتوليد واستغلال حقوق الملكية الفكرية، تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية، تعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية حول الملكية الفكرية، رفع مستوى التميز المؤسسي. ومن مجالات الملكية الفكرية التي تعمل عليها الهيئة: براءات الاختراع، النماذج الصناعية، العلامات التجارية، حق المؤلف والحقوق المجاورة، الأصناف النباتية، التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة. وبالإضافة إلى هذه المجالات الأساسية، تقدم الهيئة مجموعة من الخدمات لتمكين المنظومة، مثل العيادات الاستشارية، التدريب والتأهيل بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، منظومة احترام الملكية الفكرية، وغيرها من الخدمات التكاملية الأخرى. وعملنا على تفعيل عدد من الشراكات الاستراتيجية، وفتحنا أبواب التعاون المثري مع عدد من المكاتب الإقليمية والدولية.
من أهم الحقوق التي ينبغي توفير الحماية الكاملة لها وإنفاذها إنفاذاً فعالاً هي تلك الحقوق التي ترتبط بأسمى ما يملكه الإنسان وهو العقل. فبقدر ما يتم توفير الحماية اللازمة لهذه الحقوق يتفاعل العقل البشري بالإبداع والابتكار، ويؤدي ذلك إلى تطور المجتمعات ونموها الاقتصادي. إنما نقصد بهذا الحقوق أو بهذه الحقوق هي مصطلحة على تسميته حقوق الملكية الفكرية. أهمية حماية تلك الحقوق: الحفاظ على إبداعات العقل البشري وتحفيزه على الاستمرار في الإبداع والابتكار، وكذلك تسهيل نقل التقنية وحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد. أنواع الملكية الفكرية: تنقسم الملكية الفكرية إلى قسمين، الملكية الصناعية وتشمل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والأصناف النباتية والتصاميم والنماذج الصناعية، وكذلك المؤشرات الجغرافية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والعلامات التجارية وأخيراً الأسرار التجارية. القسم الآخر من الملكية الفكرية هي مصطلحة على تسميته بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة له. تطرق التعريف قبل قليل لإنشاء الهيئة السعودية الملكية الفكرية والتاريخ الملكية الفكرية في المملكة. وتهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية ودعمها وتنميتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. من ضمن مهام الهيئة السعودية للملكية الفكرية تأسيس أو إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ومتابعة تنفيذها، والتي تهدف إلى تأسيس القوة الدافعة من خلال ابتكار نظام بيئة الملكية الفكرية، وذلك من خلال تعزيز القدرة التنافسية في الصناعة والتكنولوجيا وتحسين قيمة الملكية الفكرية من خلال تعزيز إدارتها، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات وعن طريق استخدام الملكية الفكرية، وأخيراً تنشيط اقتصاد السوق من خلال حماية الملكية الفكرية بتحسين النظام القانوني للملكية الفكرية وتعزيز مستوى الحماية. الأنظمة واللوائح التي تشرف الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تنفيذها: نظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية ولائحتها التنفيذية، ويتضمن أحكام خاصة توضح آلية تسجيل طلبات الحماية للمواضيع التي تتضمنها هذا النظام، وكذلك متطلبات كل مرحلة يمر بها الطلب. أيضاً تضمن أحكام تسمح لأصحاب الحقوق من التظلم من القرارات الإدارية، وكذلك التظلم من التعدي على الحقوق، وذلك أمام لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع والتي يتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء. النظام الآخر نظام حماية حقوق المؤلف، وهو يتضمن المصنفات الأدبية والفنية المتمتعة بالحماية والمستثناة من الحماية. وكما تعلمون جميعاً نظام حق المؤلف أو حقوق المؤلف لا تخضع لأي إجراءات أو اشتراطات شكلية لتوفير الحماية، فمجرد تثبيت المصنف على أي دعامة فإن صاحب المصنف يتمتع بالحماية التلقائية. أخيراً من الأنظمة نظام العلامات التجارية أو قانون العلامة التجارية الموحد لدول مجلس التعاون، والذي تضمن أحكاماً خاصة بتسجيل العلامات التجارية وآلية فحصها وما لا يعد كعلامة تجارية أو يحظر تسجيله، وكذلك يتضمن أحكاماً خاصة تسمح لكل ذي مصلحة أن يطعن أو يتظلم أو يعترض على تسجيل العلامة التجارية خلال مهلة نظامية حددها النظام ب60 يوماً من تاريخ النشر. أيضاً أعطى النظام الحق لكل ذي مصلحة أن يطلب شطب العلامة التجارية بعد تسجيلها في حال تم تسجيلها بغير وجه حق. اللوائح التنفيذية أو اللوائح التي تشرف الهيئة على تنفيذها: لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حق المؤلف، وهي لائحة استحدثتها الهيئة كخدمة لأصحاب المصنفات لإدارة حقوقهم وليست ذات علاقة بالحماية.
أيضا أخيرا لائحة المعلومات التجارية السرية، وهي حاليا في مرحلة التطوير بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. الاتفاقيات والمعاهدات المنضمة لها المملكة والمعنية بالملكية الفكرية، اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وهي اتفاقية من أبرز أحكامها المعاملة الوطنية الموحدة لدول اتحاد باريس. أيضا اتفاقية تريبس، وهي اتفاقية تضمن أحكام خاصة بجميع مجالات الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، وكذلك اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات، وهذه معاهدة دولية تسمح بإيداع طلب براءة اختراع دولي والمملكة عضو فيها، تتيح لمقدمي الطلبات إمكانية إيداع طلب دولي واحد فقط يمر بمرحلة دولية، ثم بعد ذلك يتم تعيين الدول المستهدفة بالحماية ويدخل الطلب للمرحلة الوطنية. معاهدة قانون البراءات، وهي معاهدة تهتم بتوحيد الإجراءات الشكلية لإيداع طلبات براءة الاقتراع في الدول الأعضاء. وأخيراً معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكوفين أو ذوي الإعاقة، وانضمت لها المملكة أخيراً لخدمة الفئة غالية على قلوبنا وهم المكفوفين أو ذوي الإعاقة. حماية الملكية الفكرية وأثرها الاقتصادي، كما تعلمون بأن حماية حقوق الملكية الفكرية يسهم في تعزيز الابتكار ونقل التقنية وجذب الاستثمار، وهذا يترتب عليه زيادة في الفرص التجارية، مما يساهم في توليد الوظائف وما له علاقة في القضاء على البطالة أو نسبة معينة في البطالة. أيضا يؤدي إلى تعزيز قيمة الاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، وكذلك يؤدي إلى التنويع الاقتصادي، مما يسهم ذلك كله في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم ما تصبون إليه وما هو مفيد. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر لك أستاذ محمد. والآن مع الأستاذ طلال القحطاني، مدير إدارة حوكمة تقنية الأعمال في هيئة السوق المالية، لتقديم ورقة بعنوان نظام الربط الإلكتروني نافذ بين هيئة السوق المالية ووزارة العدل. بسم الله، السلام عليكم. نشكر جامعة اليمامة على دعوتها لهيئة السوق المالية للمشاركة في دور القانون أو في منتدى دور القانون لتحقيق أو في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. الهيئة ارتأت للمشاركة بأحد مواضيع المنتدى، وهو التقنية ودورها في رفع كفاءة الخدمات القضائية. طبعاً تتولى هيئة السوق المالية الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، وبهدف توفير البيئة أو المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة فيه، والتأكيد على أو تأكيد من الإفصاح الملائم من والشفافية من الشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية أيضاً المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق. طبعاً تتمتع صلاحيات الهيئة أو الهيئة بصلاحيات من ضمنها تنظيم وتطوير السوق المالية وحماية المستثمرين بالأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي تحت مبدأ أو تحت أو تنطوي على احتيال أو غش أو خداع أو التداول بناء على معلومات داخلية في الشركات. أيضاً العمل على تحقيق مبدأ العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق أو تعاملات الأوراق المالية. طبعاً الهيئة أو هيئة السوق المالية هي شريكة في إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج
تطوير القطاع المالي الذي تم اعتماده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي يحتوي على عدد من المبادرات تنطوي تحت ثلاث ركائز رئيسية، ألا وهي تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي. هذا البرنامج أو برنامج تطوير القطاع المالي يستهدف خمس نقاط رئيسية، ألا وهي التنوع المالي، الاستقرار المالي، والشمولية المالية، والتحول الرقمي، وعمق القطاع المالي. لذلك انطلاقاً من استراتيجية الهيئة والقطاع المالي، تم التعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات إلكترونية متميزة، وتم اختيار أهم الإجراءات لأتمتتها أو للتحول الرقمي بها للتعامل مع الأوامر القضائية المتعلقة بالإفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ على الأوراق المالية. تم إطلاق نظام يسمى نظام نافذ في عام 2016 بالتعاون مع وزارة العدل، يربط إلكترونياً الأشخاص المرخص لهم وشركة مركز إيداع للأوراق المالية ووزارة العدل بهيئة السوق المالية لتمكين قضاة التنفيذ من تنفيذ الأوامر القضائية عبر مسار إلكتروني يربط هيئة السوق المالية بالأشخاص المرخص لهم ومركز إيداع الأوراق المالية ووزارة العدل، ومن أجل أو من بهدف تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية في المتعلقة بالإفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ. طبعاً لو نلاحظ الإجراءات النظامية أو الإجراء ما قبل تنفيذ النظام وما بعد تنفيذ النظام، نلاحظ أن الإجراء قبل تنفيذ النظام يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع من حين صدور الأمر القضائي من قاضي التنفيذ إلى ورود النتيجة إلى القاضي، بينما بتطبيق النظام الجديد يستغرق الإجراء 3 أيام عمل كحد أقصى. والفكرة من هذا أو بإجراء العمل هو ربط، زي ما ذكرت سابقاً، ربط إلكتروني ما بين هيئة السوق المالية والأشخاص المرخص لهم ومركز إيداع الأوراق المالية بمحاكم التنفيذ ولتنفيذ الأوامر القضائية إلكترونياً. السبب في اختيار هذا الإجراء للأوامر القضائية بأن يتم التحول الرقمي له، لو نلاحظ بعض الإحصائيات في قبل تنفيذ النظام كان يرد لهيئة السوق المالية ابتداء من 2012 فيما حدود 700 أمر قضائي، وكانت المعاملات أو ورودها للهيئة بشكل ورقي، وبالتالي ازداد عدد العمليات أو الأوامر القضائية إلى أن وصل في عام 2015 إلى ما يقارب 16500 طلب أمر قضائي من وزارة العدل لهيئة السوق المالية. لو نلاحظ عند تنفيذ النظام والبدء في تطويره من عام 2016، بدأت عمليات الأوامر القضائية بازدياد مضطرد إلى أن تم تنفيذ عام 2019 العام الماضي قرابة 265,000 أمر قضائي إلكترونياً. طبعا في الفترة الماضية في أخذنا عينة من عدد العمليات اللي تم تنفيذها خلال النظام، وجدنا أنه نسبة 80% من الأوامر القضائية لا تحتاج إلى تدخل بشري من هيئة السوق المالية، وإنما يتم تمرير الأوامر القضائية مباشرة من وزارة العدل إلى الأشخاص المرخص لهم ومركز إيداع الأوراق المالية، وهذا ما تم التنفيذ عليه من تحسين للإجراءات لتسريع عملية تنفيذ الأوامر القضائية. وبالتالي زي ما نلاحظ أنه سابقاً كان تمر ويحتاج تدخل بشري للتأكد من بعض الأوامر القضائية، وبعد التحسين أصبح 80% من عدد العمليات أو الأوامر القضائية تمر أو لا يحتاج إلى تدخل بشري، وإنما بالتمرير إلى الأشخاص المرخص لهم أو لمركز إيداع الأوراق المالية. طبعاً هناك منافع كثيرة جداً
هيئة السوق المالية وأيضا لوزارة العدل وللمستفيد النهائي من رفع كفاءة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية والتزام بالمدد المشار إليها في نظام التنفيذ، حيث قلصت متوسطات تنفيذ الأوامر القضائية بنسبة 88% من 25 يوم عمل إلى 3 أيام عمل، وهذا تقيد بمدد نظامية كما نص عليها النظام، وتحسين وتطوير آلية الحجز على الأموال وتقليل الأخطاء من الجهات المشاركة في تنفيذ الأوامر القضائية، وأيضاً التخليص من الشيكات المصرفية واستبدالها بالتحول أو بالتحويل على حساب الحساب البنكي لدائرة التنفيذ. أيضاً تم الاستفادة من رفع سرية البيانات حيث يتم التعامل معها بسرية وإلكترونيا بدلاً عن نقل هذه الأوامر القضائية عن طريق وسائل النقل السابقة التقليدية. من الفوائد المجنية لهذا النظام هو سهولة الحصول على بيانات الأوامر القضائية للرد على المراجعين في حال الاستفسار عنها، وتقليص عدد الموظفين السابقين الذين يعملون على تنفيذ الأوامر القضائية بهيئة السوق المالية والاستفادة منهم في وظائف أخرى لزيادة فعاليتها ورفع كفاءة إنتاجية العمل فيها. أيضاً تم تقليص عدد الورق المستخدم بما يقارب 80%، وهناك عدد كبير جداً من التنوع والتقارير التي تساعد متخذ القرار في تحسين وتطوير العمل بشكل مستمر. شاكر لكم جميعاً حسن الاستماع، مع العلم أنه آخر محاضرة أو آخر سيشن دائماً تكون ثقيلة على الجميع بما فيهم أنا. يعطيكم العافية، شكراً جزيلاً. يعطيك العافية أستاذ طلال، وشكراً للمشاركين. الآن يعني بسبب ضيق الوقت سنفتح باب الأسئلة 5 دقائق، يمكن أخذنا سؤالين 4 أسئلة بالكثير، ولضيق الوقت نرجو الدخول مباشرة في السؤال بدون مقدمات. نبدأ في سكشن السيدات، أي سؤال؟ دكتور مباشرة السؤال ووجه لمن؟ السلام عليكم. السؤال موجه للأستاذ محمد حول الملكية الفكرية. سابقاً وبشكل سريع يعني أبين الموضوع كيف جرى معي شخصياً. كنت أطالع في كتب نقدية لأستفيد منها مراجعاً في كتاب أؤلفه، ففوجئت بأن كتاباً نسخ من كتاب آخر حرفياً، لم يغير في هذا الكتاب إلا الغلاف الخارجي فقط وبيانات الناشر والمؤلف، كل منهما ينتمي إلى دولة مختلفة. ففي مثل هذه الحالات هل هناك إجراء معتمد لإنصاف ذلك المؤلف المعتدى على إنتاجه النقدي؟ وشكراً. شكراً على السؤال. كما يعلم الجميع بأن مصنفات حقوق المؤلف تخضع للحماية بمجرد تثبيتها على أي دعامة أو نشرها أو فالكتب مثلاً مجرد الفسح، الكتاب الآن المؤلف يتمتع بالحماية على هذا المصنف المملوك له. في حال وجود تعدي أو استنساخ أو أي كان من أنواع التعدي، يحق لمالك الحق أو لصاحب الحق إقامة دعوة لدى اللجنة المختصة المنصوص عليها في نظام حماية حقوق المؤلف، والتي بدورها تنظر في الدعوة والأسانيد النظامية ومن ثم إقرار التعدي من عدمه والحكم أو إصدار القرار اللازم حيال الدعوة. فيما يتعلق على المستوى الدولي لا يوجد إجراء موحد يحوكم مثل هالتصرفات، ولكن بإمكان صاحب الحق إقامة الدعوة في كل دولة حسب التشريع الوطني الخاص في كل دولة. يعطيك العافية أستاذ محمد، شكرا على السؤال. هل من سؤال
قرأت حدد السؤال لمن تكرم. السلام عليكم الأستاذ محمد العايد. حبيت أوجه لك سؤال اللي هو كيفية حماية عملي إذا أردت أني أتكلم عنه مثلا في مؤتمر أو أنشر بحثي بشكل أو بآخر، كيف أقدر أحمي عملي؟ نتكلم مثلا كبراءة اختراع، كيف أني أقدر أحمي الملكية الفكرية؟ اليوم اسمها زايدة صراحة. شكرا على السؤال. فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية أو حماية براءة الاختراعات على وجه التحديد، يتطلب من أي مخترع ابتداء أن لا ينشر الاختراع قبل تسجيل طلب براءة اختراع لدى الجهة المختصة. بعد التسجيل بإمكانك تتخذ أي إجراء. الطلب يمر بعدة مراحل، فحص شكلي وفحص موضوعي، إلى أن يتم التأكد من توفر شروط المنح المنصوص عليها في النظام. في حالة توفر هالشروط يتم إصدار براءة اختراع للمخترع. ولكن اللي أنوه عليه عدم النشر قبل إيداع أو قبل تسجيل الطلب، هذا إجراء لابد أن نتنبه عليه ونحاول أن لا نقع في مثل هذه التصرفات والتي ينبثق عنها حرمان صاحب الحق من الحصول على براءة بمجرد تصرف غير مدروس. يعطيك العافية. سؤال خير نختم. كل الشكر للأخوة الأفاضل على أوراق العمل الثرية. دكتور حسام مدير الجامعة تكرمه لتكريم الأخوة الأفاضل. شكرا جزيلا. ختاما سيداتي سادتي، نتوجه إليكم بالشكر الجزيل على حضوركم الذي أثرى جلسات الحوار والنقاش في منتدى جامعة اليمامة للقانون. نلقاكم غدا بمشيئة الله تعالى. يبدأ التسجيل عند الساعة 8:30 وتبدأ الجلسات عند الساعة 9:30 صباحا بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.